مرحبا بما يس بيطل عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفتنا ريتا سعادة العداء من لبنان اللي صارت معروفة وكتار من الناس بنتروها تيتابعوا حركتها إذا فينا نقول، وأي مراتب توصل لهم بالماراتون اللي بتشارك فيهم. شاركت ريتا بعدة سباقات منهم كواء من الداخلة ب 26-3 واحتلت المرتبة الثانية، كمان شاركت بصيدا ب الماراتون نصف ماراتون اللي كان ب 23 نيسان واحتلت المرتبة الأولى، شاركت بنصف ماراتون بترابلس واحتلت المرتبة الثانية بشهر 5، وآخر ماراتون كان لومن ريس اللي هو 10 كيلومتر احتلت المرتبة الثالثة ب 21 أيار. واليوم هي ضيفتنا تحكي عن هالجوائز ونحكي عن تحقيق إنجازات شخصية. ريتا أهلا وسهلا فيك اليوم بحلقتنا، اسم الله عليك، يعني من غير فترة عنك بنرجع بنلاقي في جوائز في ميداليات وفي كيس، يعني بعرف انه بتتعبي كثير حتى تحققي هالاهداف. خبرينا شوي ريتا كيف بتحضري سنويا لهالسباقات اللي ورا بعضهم مثل ما لاحظنا بالديتس. مزبوط، نحن مثل ما معروف انه البيج ريس هو اللي بيصير تبع بيروت ماراثون بنوفمبر، من بعد ما يخلص هيدا الريس ناخد بريك فترة وترجع تبلش الانطلاقة من أول وجديد، من الترينينج كجيم، من السباحة، من هاند سايكل، كله ترينينج. عم بيكون 3 أيام كجيم ويومين هاند سايكل، فأكيد لأنه كل ما تمرنتي أكتر كل ما عم تلاقي ريزلتا أحسن وأحسن، وهو بتكوني حتى تارجت قدامك وتصير بدك أنه تزبط التايمينج تبعه لك، تزبط أدائك بالريس، وهون بيصير في هالتحدي، تحدي بينك وبين حالك. يعني مزبوط. شو اكثر شيء بتشتغل عليه انت عم تحضري بالتريننج؟ هلا الجيم يعني بدك تكوني عم تشتغلي كثير، اكيد الشيء كثير اساسي انه ضلك فت كمان كثير اساسي، لانه كل ما كان اقل بوا كل ما اضبط واحسن لنا بالريس، وهيك هالشيء عم بيساعدني اكثر. نعم. بس انا شو بتقول السنه بدي اظبط شو الستيل تبعي مثلا، بدي اظبط نقول بدي احرز الوقت الاسرع. هلا اكيد يعني التارجت الاساسي اللي بيكون الاكسور التايمينج تبعولي عن اللي قبل بسنه. مزبوط. ايفن عم بحلم انه اوصل للانترناشنال لا اقدر شارك كثير بعدين برا. حلو. بالمسابقات وبدها تحضير معين؟ اكيد الأشياء. اكيد بدنا نصير تابعين للجنه البارالمبيه، وكله هون بيشتغل ساعتها على اساس قد ايه عم تطلعي مراكز، قد ايه عم تطلعي بوديوم، على الاساس بنصير مؤهلين اكثر انه نكون عم نشارك ونمثل لبنان برا عالميه. ريتا بس صرتي معروفه انت بهذا الوسط، يعني ولا ماراثون بنشوفه الا ما بنلمحك على نشره الاخبار بالصفحه الرياضيه، الا ما نعرف او بنشوف صور متابعك بمجلات او جرايد، انه كمان عم بكون عندك القاب عم يعني جوائز عم تحصل عليها وتحصديها من ورا هالتعب. قد ايه ممكن الحلم يكون قريب؟ ما في شيء مستحيل. هيدي عن جد دائما الانسان اذا ما بيحلم، اذا ما دائما بيتامل بالايام اللي جايه وبالاحسن، ما بيقدر يوصل لمحل. فدائما اكيد بده يضل واحد عنده هالويل، هالاراده، يمكن هالمثابره، هالطموح، تيقدر رغم كل الحواجز ممكن اللي بتتصاب، خصوصا نحن كسبيشال نيدز كثير في عنا حواجز. مثل في شخص صديق لإلي او كذا حدا من اللي بيشاركوا من برا بلبنان بخبروني قد ايه برا عندهم مسهله، بيروحوا من شغلهم من بيتهم لا شغلهم على الهاند سايكل از تريننج هيدي الصبح وبيرجعوا، يعني ما بحسوا انه في عندهم حواجز. هون شو بتعملي؟ هون بتروحي بتجي؟ لا بدك تخصصي وقتي. مزبوط. اصلا ما في محل ابدا للأشخاص يلي، وهيدا اللي بتمناه انه عن جد لو هون عندنا كمنطقتنا بجديدة يكون في مشروع، يعني أكبر. يكون في ثقافة الرياضة، ثقافة عن جد الركض والبايكس، وكتير كتير مهمة. كنت كل الناس يشدوا حالهم ويهموها شوي ويعملوا رياضة ويمشوا، لأنه عادة بتحس انه الناس كمان ما بتلاقي، مش كلهم أكيد في بارت بيلتزموا بسبورتس في الشتاء وبكل الأوقات، بس في ناس كمان منا كتير متحمسة أو ما بيعني بتعني للرياضة، مش هيك بتحسي انه هول الناس قاعدين شوي على جنب. خلينا نحكي شوي عن الماراثونات اللي شاركت فيها، من نصف ماراثون كوالا من الداخلية اللي صار بنيسان
ب 26/3. كيف كان هالمراتب؟ خبرينا وين كان لوكيشن؟ ب حديقة ببيروت. نعم اوكي. سو هنيك كنا، كانت الانطلاقة من هنيك. كان ماراثون كتير حلو مع انه كان كله طلوع. كان كله طلوع، بس انا thanks God يعني على الترينينج وهيك صرت هولي كلهم عم بتخطيهم، لانه طرقاتنا منا كتير مؤهلة ومجهزة للريس. لا لا بالمرة مش مؤهلة بين جوار وهيك، وايفن البايك كاربون الا ضربة او شيء راح الدولاب راح فيها شيء بتوقفي. سو بدك تكوني كتير منتبهة من كل النواحي. ايه بس thanks God انه عملته، كان تايمينج حتى كسرته وقتها معي عن سنة الماضي. اوكي وطلعت بالمرتبة الثانية. الثانية بتزعلي ريتا اذا ما طلعت بالمرتبة الاولى؟ ليك من مالي بتزعلي، لانه بتكوني وصلتي لمحل انه عم تطلعي اول، او يمكن اذا فرق الوقت اللي كتير بسيط. فرق الوقت اللي كتير بسيط او بصير معك شيء اكسيدان، يعني كل حدا معرض اس اتلات. اوكي وبالاخر بحطوا لكم بيعطوكم هالميدال. مزبوط، بس نوصل على الفينش لاين. اوكي ايه. وقد ايه بتعني لي كم ميدال صار عندك بالبيت؟ واو كتار كتار. ايه كتار كتير، يعني بتحسي عن جد انه ما في شيء مستحيل، بس توصلي انه تخطيتيها رغم انه حدا عم بقدرك بمحل معين. مزبوط. على على مجهود اللي عم تعملي. اوكي من بعد النصف ماراثون الخاص بكواء من الداخلية شاركت بنصف ماراثون صيدا يلي كمان احرزت فيه اللقب الاول. واو خبرينا عن صيدا. هيدا من اجمل الماراثونات عن جد، مع احترامي لكل الريسز اللي شاركت فيهم. بس ما بعرف اول سنه هن بيعملوا كصيدا ماراثون، اول ريس لالهم واول تجربه. سو كثير كان مجهز من دقائق زاد، كان كله رائع 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 عن جد. حتى الطريق، حتى المسار اللي كانوا عاملينه كتير كان برو. حلو. اوكي هذا ماراثون صيدا. قد ايه كنتوا كم واحد كم صبية عم تلعب؟ كنا شي 4 4. بالفئة اللي انت فيها؟ بالفئة اللي انا فيها. مظبوط. والماراثون خلينا نفسر شوي للمشاهدين، بتضمن عدة فئات. مظبوط. يلي هن سبيشال نيدز، نحن في الهاند سايكل، في البوش ريم، وفي الويل شير العادي. اوكي اذا حدا بده يعرف اكثر معلومات عن هذا الموضوع. ريتا قد ايه بيتمرنوا البقيه اللي عندهم غير الاحتياجات؟ قد ايه بيتمرنوا؟ قد ايه مسهله كمان مثل كل ذات شيء؟ 3 ايام. لا اجمالا 3 ايام التريننج هو النورمال انه يكون تروح وقت. اوكي بالجمعه. نعم من بعد صيدا كمان شاركت بترابلوس، يعني اعتبر من كل لبنان، وبترابلوس كمان اخذت المرتبه الثانيه. مظبوط. خبرينا شوي عن ترابلوس كيف كان. ترابلوس كان كتير حلو. ترابلوس على الفينش لاين، يعني كان ماشي في بعد كتير شيء قليل لأوصل. هون قطعت عنا، أنا كنت صار عندي بروبلم بكتفي قبل بنهار، تعرضت لأكسيدان زغطور ومصغير بقى. هالشي شوي كان له تأثير على أدائي بالريس، مع أنه كنت محضرة. مظبوط. يعني بتفرق يمكن ثانية او سنتين. ايه بس هيدا الشيء اللي بيزعلك، هيدا الشيء هون بيزعلك، لانه انه بتكوني وصلتي بس انه يمكن الله هيك بده كمان. طب ما تغيري يحس بطعم الربح، لانه حلو لكل انسان يعيش 100%. قديش بنبسط انه في حدا جديد عم يربح؟ كثير بنبسط. بنبسط لانه عشت اول مره ربحت المرتبه الاولى، كان غير شعور عن هلا وقت ربحي. اكيد تربحي. اكيد. فالمعنويات والنفسية قدية انه هن يمكن بيكونوا كتير بمطرح من المطارح انه لا ما عم بوصل، دايما انا الاخير، دايما انا، فانه يطلعوا اول كتير شيء مهم. صح 100%. واخر ماراثون شاركت فيه هو وومن ريس يلي هو 10 كيلومتر. واخدت المرتبة الثالثة. مزبوط. اوكي خبرينا شوي، 10 كيلومتر مش قليل؟ لا وبعتقد هذا من اصعب السباقات اللي بتكون ولا لا؟ لا بالعكس كتير هين. وهيدا الريس يعني كنت باخده بكتير سهوله وطلع بوديوم كاول، بس للاسف صار معي بروبلم بالهاند سايكل اللي هو اللوك، القفل تبع البايك ما فتح؟ لا ما بعرف هو كيف انكبس كيف ضغط. هو اول ما طلعنا من الانطلاق كان من الملعب البلدي وحاطين لنا رامب خشب، فهو كبس فيه هنيك ما بعرف كثير. اعمل افور وما ما تمشي البايك. نو بس رغم كل شيء قدرت انه اعمله مع كل هالبلوك اللي كان بالبايك. اوكي ورجع مشي الحال والبايك تقلعت بعدين.
اجا شاب وقدر يحل لي اياها وبس كان بعد عندي 1 كيلومتر. بس انه صعبه يعني بسيطه استمر طول الوقت اصلا انه واحد يحقق احلامه. مظبوط. وانه يكون عم يسعى على طول انه يعمل اشياء جديده يحقق انجازات جديده وخاصه انه يتحدى نفسه. بالتالي لانه عندك سبيشال نيد اذا فينا نقول او سبيشال كيس هالشيء ما منعك ابدا انه تشاركي بسباقات انك تشتغلي على حالك. اليوم شو بتقولي لكل الناس يلي ما عندهم سبيشال نيد بس يلي هن هيك بتنبلوها اذا فينا نقول وما بيتحركوا ما بيعرفوا قيمه انه واحد يكون عن جد عم يمشي منيح وعم يسوق منيح وعم يركض اذا بده بطريقه هينه مش عم بيعوز سايكل معينه سبيسيال للحاله يلي انت فيها. بتعرف الانسان يمكن ما بيعرف قيمه اي شيء بهالدنيا غير ما يفقده. ان شاء الله الله ما يحرم انسان من اي شيء بحياته. شو بقلون؟ لا انه الانسان مش ياخذ معه شيء من هالدنيا يعيش ويستفيد من كل لحظه عن جد لانه الحياه حلوه بافراحها وباحزانها. فالصعوبات هي اللي بتخليك تكوني قويه وبتخليك تتحدى كل شيء ممكن بس اكيد بايمانك بالله وتكوني يمكن متصالحه مع حالك. هيدا الشيء اللي كتير أساسي. لأنه بيكون في قوة كمان عم تدعمك ريتا. يعني مش عم نحكي سبونسر اليوم مادي أو عم نحكي عن أهل حضنوا وساعدوا وساندوا تواحد يوصل أو تابنهم أو بنتهم توصل. لا عم نحكي عن قوة إلهية يمكن. 100% أو عناية إلهية هي بتهتم بأدق التفاصيل بحياة الإنسان. تقدر يكفي ويكمل ويتحدى حاله لأنه يمكن حدا تاني غيري كان قاعد بالبيت ونغلق على حاله وصار عنده مشاكل تانية بينما أنت بالعكس استفدت من الفرصة بوزيتيف ما وحاولتيها لحتى تكون نعمة بحياتي وعم نشوف إنجازات عم تعمليها ونحن أكيد إنه رح تكفي بها المشوار إن الله راد بطريقة هالقد حلوة وبطريقة هالقد فيها إنجازات فيها تحديات لإلك أول شيء وللبقوة. ريتا شو الأحلام الكبيرة غير إنه تصير وورلد وايد عم نحكي بالسباقات؟ هلا مثل ما بتعرف أنا بمشي على الووكر. اوكي يمكن بكتير ليفل صغيره وشوي وعم بقدر نتفق والحمد لله. بحلم انه كمان مثل ما عم بنزل شارك ماراثون على هاند سايكل اوصل لمحل واقدر انزل شارك لو ركض لو على 5 كيلومتر بس كتير وبصلي لهال عالنعمة انه الله يعطيني اياها. اكيد هذا كله مع فيزيو مع علاج اقدر كفي. يعني عم جرب وفق بين علاجي بين الفيزيو بين الماراثون بين سبوري بين الاكتيفيتيز اذا بدنا نعتبرها. ما بعرف حدا انا كتير طموح وسباحة اللي هي كتير عم بتكون كمان حافز لإلي ايه تطلعني هيك من حالي من هال الويلتشير يمكن اللي كتير بتكون مكبلتني. بس انت اللي بشوفك ما بقول انه انت حدا مثلا عنده هيك حالة. يعني اللي بشوفك مثلا بشغلك حدا عم بيقلك مرحبا هو طالع على البلدية مثلا او محل ما بتكوني ما بيقول انه ريتا عندها شي نيد او عندها شي سبيشال نيد لانه هالقد انت حدا وجه ضحوك هالقد انت حدا مبتسم بالحياة هالقد حدا انت ايجابي. يعني ما حدا بيقول انه بك شي الا ويعرف انه اكيد ما بكي شي بس انه عندك هالنيد الا ما يشوفك قاعده على هالويلتشير. يعني ولا مره كانت عائق قدام انك تحقق انجازاتك وتحقق احلامك بالحياه وانك تكون عندك اصحاب كثير. بالعكس انا هذا الشيء يمكن هي نعمه انا بعتبر عن جد اللي صار معي هو نعمه ربنا سمح بس يمكن ما بعرف يعني الله بيعطيك شيء بالمقابل. يعني ما صارت بالصدفة أنا هالحادثة اللي صارت معي مش بالصدفة إنه ربنا أوكي سمح بهالشيء بس بالمقابل عطيني سلام من جوا عطيني فرح عطيك أصحاب بحبوك كتير الحمد لله ناس بتشتغلي معهم بحبوك كتير كتير خير الله مثل عم تكلم ناس بيعرفوك أكيد ضمن نطاق المنطقة. هلا شو عم تحضري خبرينا؟ هلا عم حضر للريس بكريس نوفمبر بكريس نوفمبر اوكي وكل الناس بتنطر هالريس صراحه. شو حاطه اي مرتبه بتكون ان شاء الله؟ ان شاء الله من الانترناشونال ان شاء الله يا رب. يعني نحن عنا على صعيد الانترناشونال والناشونال التتويج بس قد ما عم يجي اجانب من برا والاجانب مثل ما بتعرفي كثير عندهم التريننج
يعني عطيهم الأولوية مزبوط وكتير درسينا بطريقة كتير منيحة وكتير مهمة. يا ريت نحن نوصل لهالمرحلة إن شاء الله يا رب. بضوع هيدا الشهال بارت وعلى علم في مدام شهرزاد رزق هي اللي مقدمة هيدا البروغرام المولته من خلال بيروت ماراثون ومدام ماي اللي بوجه لهم تحية عن جد انه ما كان في بعد انسان دعم اشخاص للسبيشال نيدز الا اجت هالانسانه وهي ومدام ماي يعني قد ايه عطيونا هالامل مزبوط وانتم عطونا عقد هالعقد لانه الكل متحمس يعني. يعني. متحمس والكل حاسس انه في حدا حده. فتح له مجال انه يثبت حاله انه يبرهن حاله حتى لو كان عنده سبيشال نيدز وكمان هم داعمينكم للاخير مثل ما عطول ما نشوفها هلا الترينينج صح بس ما هو مثل اي اتلات بلا دعم بلا اوكي يمكن بيقولوا لك سبور شو بده مصاري يمكن المصاري اوكي منا شيء الباز بس اذا بتحكي على ارض الواقع لا في عندك ترينينج وكثير بحر كثير كبير هيدول الاشياء يعني اجى يمكن حدا ضوالك على السبور ضوالك على هيدول البارتس الصغار انه تنبلش من محل بلش من محل معين ان شاء الله بماراثون بيروت تكون عندك عن جد هيك بصمه حلوه ونحن نتمنى لك كل التوفيق كيف التحضيرات بلشتي عم تتمرني اكثر انا البرفورمنس فيرست بالانطنيه بعبده هلا هن سبونسر لإلي سو عم روح اجمالا 4 ايام لخمس ايام تريننج لبلش هاند سايكل ارجع هلا هدول از جيم وسباحه ان شاء الله خير ناطرينك احنا مرسي نقول لنا مقابله من بعد هالريس اللي رح تعملوه كل التوفيق لك ريتا مرسي بوكو كلمه اخيره للمشاهدين انا بدي اقول لهم الحياه هي كلها عن جد ركض وكلها سباق بحد ذاتها عن جد فالانسان لازم يستفيد من كل لحظه من كل فرصه يمكن بتنحط قدامه او بتنعطى تيقدر يثبت حاله او يساعد غيره بكل مطارح يمكن حياة بقى خلينا دايما عم ناخذها بفرح وبامل بايجابيه مزبوط شكرا لك ريتا سعاده كنت ضيفتنا لليوم نحن متامل انه كمان يكون في جوائز ثانيه ورحنا اكيد اكيدين من هالشيء بحلقات لاحقه رح تكون كمان ضيفتنا تنحكي عن بيروت ماراثون هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا رجعنا ذكرنا ريتا فيها وهنيناها على الجوائز اللي حصلت عليها بكره نقدر على حلقه جديده نشكر محلات هاريس بلو فولا بيوتي لانج سوسي كمان يا رزق وما تنسوا تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج قصة لتيفي إلى اللقاء